من هنا من أطراف مخيم الأمعري رائحة البارود والنار نطلقها صرخة لكل العالم بأن أسرانا ليسوا أرقاما ولا مشاريع موت، إنهم أسرى من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ومن أجل الاستقلال. نقف اليوم أمام جريمة بشعة لا زال هذا الاحتلال المجرم يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا وبحق أسرانا. فما كانت صحوة هذا الأسير البطل ناصر أبو حميد إلا بداية الانتصار على هذا الجلاد. نخجل من أسرانا الأبطال خلف القضبان. فهذه الوقفات رغم أهميتها إلا أننا بحاجة إلى دعم شعبي أكثر قوة وإلى دعم من كل المؤسسات الحقوقية والرسمية. سننتصر على هذا المحتل، فالاحتلال وكل احتلالات العالم إلى زوال. النصر لشعبنا والمجد للشهداء والحرية لأسرانا.